بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الكرام، هذه إمساكية شهر رمضان المبارك للعام 2023 في مدينة بروكس العاصمة بلجيكا. في البداية أحب أن أبارك للجميع وأسأل الله أن يكون علينا وعلى جميع أمة المسلمين هذا الشهر وهذه الأيام المباركة الكريمة، أيام فلاح ونجاح وصحة وعافية وهداية ورحمة للجميع، آمين يا رب العالمين. طبعا رابط هذه الإمساكية، إمساكية أو تقويم رمضان 2023 1444 هجرية، موجود أيضا الرابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، تستطيع أن تضغط على الرابط وتشاهد التفاصيل كاملة كما تريد. أول يوم في شهر رمضان يتوقع أن يكون 23 مارس 2023، الفجر الساعة 4:47 دقيقة، والمغرب الساعة 7 مساء في مدينة بروكسل في بلجيكا. وفي منتصف رمضان الفجر تقريبا الساعة 5:09 دقائق، والمغرب الساعة 8:23 دقيقة مساء، يطول الصيام قليلا. نسأل الله أن يكون هناك عون للجميع في هذا الصيام، هذا الشهر الفضيل، وفي آخر أيام الشهر الفضيل 29 رمضان 2023 أو 1444 هجرية، يكون بدأ الفجر الساعة 4:28 دقيقة، والمغرب الساعة 8:46 دقيقة. هذا والله تعالى هو الأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.